تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهرة. في هذا البرنامج نفتح الآفاق ونفتح الأبواب ونفتح النوافذ لاستقبال ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، يعني كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وفي الإخراج معنا اليوم نمر محمد عبده. إذن مستمعينا، أرقام التواصل معنا على 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. نمر يقول لي ليش مستعيل وراك رادار؟ قلت لا أنا المقدمة هذه تعودت أقولها للمستمعين، فخلونا نخلصها على السريع، يعني عرفت كيف؟ فعلى أساس ندخل في المواضيع الهيفي اللي موجودة عندنا. لكن قبل لا ندخل في فقرة الأخبار، عندنا إعلانات سريعة على بعض الشغلات. أولا، آخر موعد للتأمين الصحي مستمعينا 31/12/2016، اللي هو فترة التمديد النهائية لتأمين العمالة المنزلية. فبعد 31/12 يعني 1/1 عليك مخالفة، عليك مخالفة، فأمن أفضل لك. وبعدين التأمين قلنا فوائده وكذا، وإن شاء الله في حلقة اليوم نتكلم عن هذا الموضوع. بس نتريى يوصل عندنا الدكتور حيدر اليوسف، هو في الطريق إن شاء الله، بس يوصل. إذا ما صار عنده أي ظرف بيكون معانا في البرنامج. صحة دبي تنظم مسيرة للتوعية بمرض السكري يوم 18/11/2016. عندنا مسيرة للتوعية بمرض السكري، بتكون إن شاء الله في نفس اليوم. بعد كذلك في ماراثون الإمارات للأطفال بينطلق يوم 18/11 كذلك 2016. هذه الفعاليتين إن شاء الله بيكونون في حديقة زعبيل. الدعوة عامة لكم مستمعينا اللي حاب يشارك في هذه الفعاليات، فالدعوة عامة للجميع. أيضا يعني شهر نوفمبر ما شاء الله شهر مليء بالفعاليات، عندنا تاريخ 17/11/2016 ولمدة يومين أعتقد أو 3 أيام، المؤتمر الثاني للتغذية بينطلق إن شاء الله تاريخ 17/11/2016. طبعا المهتمين بهذا المجال، نحن حتى كذلك بتكون لنا تغطية خاصة لهذه الفعالية. أيضا في نفس الفترة من 17/11 كذلك مؤتمر جراحة الأعصاب بيكون، فهذا من المؤتمرات بعد اللي ممكن نتكلم عنها في الفترة القادمة. كذلك مستمعين، خلونا ندخل على الأخبار الخاصة فينا نحن لهذا اليوم. أولا أن خبر يقول التوصل إلى مصدر الاكتئاب في الدماغ. توصل العلماء إلى تحديد مصدر الشعور بالاكتئاب لدى البشر اعتمادا على بيانات دراسة استخدمت الرنين المغناطيسي لتصوير دماغ البشري خلال حالات نفسية متعددة. وقد فحص العلماء أدمغة أكثر من 900 شخص، وأشارت النتائج إلى أن الشعور بضياع فرصة أو بأن لا قيمة لك ترتبط بعمل القشرة المخية الأمامية المسؤولة عن التكامل الحسي والتوقع وصنع القرار. وقال الطبيب النفسي جيان فينج من جامعة يعني أعتقد اسمها بهذا الشكل لأن مكتوبة عندي شيء، وارويك، اسم الجامعة وارويك
في بريطانيا وجامعة فودان في الصين. البيانات الكبيرة التي جمعناها، هذا الدكتور يقول البيانات الكبيرة التي جمعناها من جميع أنحاء العالم والآليات الجديدة للدراسة ساعدتنا على تحديد مصدر الاكتئاب، وهو ما يفتح آمالا جديدة لإيجاد علاجات أفضل في المستقبل القريب لهذا المرض. ولتحديد مسببات الاكتئاب أقدم الباحثون على تحليل مسح بالرنين المغناطيسي لأدمغة 909 أشخاص في الصين، من بينهم 421 يعانون من اضطراب اكتئابي فيما كان بقية المشاركين أصحاء. وبين المسح أن الاكتئاب مرتبط بالنشاط العصبي في جزئين مختلفين من القشرة الأمامية المدارية، القشرة الجبهية الحجاجية مثل ما يسمونها، والسطح الجانبي الوحشي من نصف الكرة المخية. يعني هذه وايد مصطلحات علمية. المهم الاكتئاب عرض نفسي يمكن الشفاء منه عن طريق العلاج الدوائي أو الحديث مع طبيب نفسي أو طرق أخرى تعتمد على تغيير نمط الحياة. ها، اللي عنده اكتئاب ينتبه لهذه المسألة، مسألة أنه هذا عرض نفسي تقدر تشافى منه عن طريق العلاج الدوائي أو الحديث مع طبيب نفسي. يعني حد من الناس يشوف أنه إذا أنا رحت عند دكتور نفساني لا هذا عيب، لا مو بعيب، روح بالعكس. يعني أحيانا تحتاج أنك أنت تستشير شخص عنده علم معين أو عنده معرفة بالأمور النفسية، فمش عيب. مو معناته إذا أنت رحت عند طبيب نفسي يعني أنت مينون ولا أنت مريض نفسيا ولا كذا، لا. وأيضا في طرق لتغيير نمط الحياة تساعدك بشكل كبير أنك أنت بدل ما تكون مكتئب، بدل ما تكون نظرتك سلبية للأمور، لا تقدر تكون تغير نمط حياتك بالتفكير الإيجابي، تكون عندك طاقة إيجابية. وصدقوني يعني نجاح الشخص ونجاح المجتمعات والأمم في تعزيز التفكير الإيجابي لدى أفرادها مسألة جدا مهمة، تعزيز التفكير الإيجابي يا جماعة الخير. عموما بعد الفاصل إن شاء الله ما نرجع لكم وما نتكلم عن الكثير من المواضيع إن شاء الله، يعني تكون حلقتنا تمشي على حسب الخطة. طبعا نهاد موجودة عندنا في الاستوديو، حياة الله نهاد، و يعني الصوت متغير ترى عشان صابغين الاستوديو تراكم. إيه ما شاء الله مسوينا ديكور جميل هني، ما أدري هذا الديكور حقه ولا حق عمر، كلنا ها زين، يعني ألف مبروك حقنا على هذا الديكور. عموما أنا كان عندي فيصل، بعد فيصل مسكين استاذة من الصبغ البارحة فما بقادر يقدم، فقال لي محمود أنا ما أقدر اليوم أكون معك، قلت له زي ما مشكلة. عموما فاصل مستمعين وما تواصل، لكن لا تنسوا أرقام التواصل معنا على 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معانا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة. طبعا في حلقة اليوم إن شاء الله سوف نتناول موضوع التأمين الصحي، ولكن يعني بعد الفاصل القادم إن شاء الله، يعني نلحق على الفاصل القادم نتناول الموضوع، بحكم أننا نحن في انتظار الدكتور حيدر اليوسف يكون معانا إن شاء الله للرد على استفساراتكم، ففي وايد رسائل جاية على هذا الموضوع فبنأجلها لين الفاصل الثاني. الآن ما ننتقل يعني معاكم إلى مستشفى لطيفة. مستشفى لطيفة اليوم عندهم اليوم العالمي للأشعة اللي بيعقد، يعني مسوي مجموعة فعاليات في الاستقبال الرئيسي للمستشفى في تمام الساعة 10:00، يعني بدأوا معانا أعتقد. مستشفى لطيفة ولا مستشفى راشد؟ شايف حالك فيصل؟ لا يا هلا بألو. هلا فيصل أهلين. أنا أخوي محمود، كيف حالك؟ أنت مستشفى لطيفة ولا راشد؟ لا في مستشفى لطيفة. إيه يعني أنا صح يعني زين. إيه لا صح محمود. إنزين اليوم عندكم هذه الفعاليات مع اليوم العالمي للأشعة، فيها أنا سمعت أن فيها مسابقات للجمهور، فيها سحب على جوائز وفقرات توعوية مختلفة. نعم. خبرنا نعم شو اللي صاير عندكم؟ نعم محمود، مثل ما قلت طبعا كعادتها هيئة الصحة بدبي دائما هناك تفاعلات
مع الأيام العالمية، واليوم عندنا اليوم العالمي للأشعة، وهذه السنة تم تخصيص اليوم العالمي هذا للأشعة الخاصة بتصوير الثدي. طبعا نحن في شهر نوفمبر، في شهر اكتوبر كان عندنا شهر سرطان الثدي، وايضا هذا استكمال للحملة التوعوية التي تقوم بها هيئة الصحة في دبي. طبعا مثل ما تفضلت كانت افتتحت الفعالية هذه دكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة، وايضا كان هناك عدد كبير من الاطباء والممرضين وايضا الفنيين والمتخصصين في التصوير بالأشعة. ولتسليط الضوء أكثر محمود، أنا عندي الدكتورة سوسن خراط أخصائي أول في قسم الأشعة، وهي مسؤولة عن هذه الفعالية. دكتورة صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. ممكن دكتورة بعد إذن تتكلمين عن الفعالية وما هي الفائدة المرجوة من هذه الفعالية؟ بالحقيقة اليوم العالمي للأشعة هو يوم احتفال بذكرى اكتشاف الأشعة الصينية من قبل العالم الألماني رونجن عام 1895، وفي هالسنة بالتحديد الشعار لليوم العالمي هذا هو تصوير التشخيصي للثدي، والهدف منه نشر التوعية بين السيدات بأهمية الفحص المبكر والمتكرر والدوري من أجل التشخيص المبكر لسرطان الثدي، مما يفتح المجال للتدخل والعلاج والشفاء التام بإذن الله. أنا أيضا أشوف هناك في جوائز محطوطة على الطاولات، وأيضا هناك صندوق للسحوبات، ليت تخبرينا دكتورة عن هذا الموضوع، هل عندكم يعني عندكم عروض مسابقات توعية؟ نعم. ماذا لديكم بالضبط؟ نعم بالحقيقة في عنا فعاليات متعددة، في عنا مسابقات، في مواضيع تثقيفية، في سحوبات، وطبعا منرحب بضيوفنا يلي هم زوار المستشفى، سيدات وسادة والأطباء معنا في المستشفى والممرضات والموظفين والموظفات، والكل بيشرفنا، أهلا وسهلا فيكم. والله أنا أجد هناك تفاعل كبير أيضا من الزوار محمود، الكل يشارك، في حد أيضا عائلات بالكامل أيضا موجودة، يعني نساء مع أطفالهم. و زين طيب دكتورة، أنتوا لي متى بتكون الفعالية هاي مستمرة؟ مستمرة لحوالي الساعة 12، بدينا الساعة 10 الافتتاح بوجود الرئيس التنفيذي لمستشفى لطيفة الدكتورة منى تهلك، وراح تستمر لحوالي الساعة 12، وبيشرفونا الجميع يجوا، أهلا وسهلا فيها. زين طيب بخصوص التوعية الآن، يعني هل هناك في بروشورات، هل هناك مثلا ورش عمل او شيء من هذا، او فقط هي يعني وجها لوجه، يعني كلمه مباشره للزائرين؟ بالحقيقه هناك عده اشكال، هناك شروحات تفصيليه كيفيه الوقايه من الاشعه السينيه مع الصور موجوده نشرح للزوار، بالاضافه لهناك بروشورات او كتيبات صغيره عن استعمالات الاشعه ودوره في تشخيص الامراض، وهناك مسابقات اسئله ايضا عن استعمالات الاشعه وأسماء الفحوص الشعاعية. بعض هذه الأسئلة للزوار من العاميين، والبعض للأطباء، فهناك عدة فعاليات بالحقيقة. طيب دكتورة، لو تكلمينا عن موضوع التصوير بالأشعة السينية، أنتوا الآن تتحدثون عن الأشعة السينية، ما مدى تطور هذه الأجهزة والتصوير الآن، وفي أي حالات تستخدمونها؟ طبعا الأشعة السينية أصبح لها دور رئيسي في تشخيص الأمراض، سواء الأمراض الحادة أو المزمنة أو الخبيثة، وهناك عدة أشكال، سواء التصوير البسيط بالأشعة أو التصوير المقطعي الكمبيوترايز سيتي سكان، طبعا بالإضافة للأنواع الأخرى من التصوير التي تستعمل في الطب مثل الرنين المغناطيسي أو الألتراساوند، طبعا هذول لا يعتبروا أشعة سينية. طيب دائما هناك في يعني دائما الناس يخافون من الأشعة السينية، ما مدى يعني يا ريت تتكلمين عن خطورة الأشعة هذه، ومدى يعني أنتوا تحاولون تخففون أو تحمون المرضى من هذه الأشعة؟
طبعا الأشعة السينية تستعمل ضمن قوانين بالنسبة للمرضى تعرضهم للأشعة بيكون بدوز معينة لا تسبب لهم الأذى، ولكن الأذى قد يقع إذا تم التعامل مع الأشعة السينية بإهمال من قبل العاملين في مجال الأشعة السينية. كيف يعني إهمال يعني دكتورة؟ الإهمال هو أن يتعرض العامل بأشعة سينية من غير ما يكون هناك كنترول أو متابعة. نحن عادة نرتدي الباتش يلي هي عبارة عن مثل فيلم حساس يلقط كمية الأشعة التي نتعرض لها، وهذا الفيلم يعير كل شهرين، وكل العاملين بقسم الأشعة يرتدونه، وبذلك نستطيع متابعة الجرعة التي نتعرض إليها خلال عملنا بقسم الأشعة. أما بالنسبة للمرضى فالجرعة التي يتعرض إليها لا تسبب له ضرر إذا قارنا الفائدة المرجوة من الفحص الشعاعي اللي هي تشخيص المرض الذي يعاني منه. طيب دكتورة، الآن بخصوص موضوع الصيانة، يعني هالأجهزة خطيرة فلازم تخضع عليها الصيانة، ما أدري لو تكلمينا عن موضوع الصيانة أيضا. نعم، تخضع الأجهزة الشعاعية لصيانة دورية في قسم الأشعة بمستشفى لطيفة وبمستشفيات الدائرة وكل مكان. بالحقيقة يجب أن تخضع الأجهزة لصيانة دورية من قبل الراديشن بروتكشن، جمعية الحماية من الأشعة. هذه الصيانة تتم كل 3 شهور. كل 3 شهور على جميع الأجهزة. نعم. طيب بخصوص أنت تكلمنا عن موضوع المريض، كم مرة يقدر يصور بالأشعة السينية؟ بالحقيقة حسب التصوير، فمثلا صورة الصدر أو صورة البطن تكون الجرعة قليلة، بينما التصوير الطبقي المحوري السيتي سكان الجرعة عالية. فليس هناك رقم محدد يسمح به مثلا خلال السنة مرتين 3 مرات أو مرة، إنما تخضع للحالة المرضية عند المريض. طيب بخصوص فيصل، ترى آخر نعم. سؤال هذا الله يخليك. طيب كلمة أخيرة دكتورة تبين توجينا للزائرين واللي يسمعونا الآن عبر أثير إذاعة نور دبي. بالحقيقة برجع بذكر بشعار هذه السنة وهو التصوير التشخيصي للثدي، وأذكر السيدات بضرورة الفحص المبكر والمتابعة لأجل التشخيص المبكر لسرطان الثدي وسلامتكم إن شاء الله. طبعا محمود كان معنا دكتورة سوسن خراط، أخصائي أول في قسم الأشعة في مستشفى لطيفة، والميكروفون لك. شكرا لك يا فيصل على تصويرك لنا الفعالية هذه بالصوت ونقلك لنا كل المواضيع التي تخص هذه الفعالية. عموما مستمعين، نحن متواصلين معاكم إن شاء الله، عندنا بعد الفاصل بإذن الله بإذن الله على حسب كلام أشواق دكتور حيدر اليوسف بيكون معانا في مجموعة أسئلة على موضوع التأمين الصحي، فمن جاوب عليها إن شاء الله بعد الفاصل، واللي عنده أي مداخلة ممكن يتواصل معنا على 600-551-414 أو عن طريق رسالة نصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامج صحة وسعادة. قبل الفاصل وعدناكم أن نتحدث عن التأمين الصحي، هنالك العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع، ولكن نذكركم بأن آخر موعد لفترة التمديد اللي صارت بتكون إن شاء الله على 31/12/11 تبدأ المخالفات. وبما أن نحن نتحدث عن هذا الموضوع معانا في الاستوديو الدكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي. دكتور كنا نبغي نعطيك فترة أطول، لكن سبحان الله زحمة الشغل عندكم ما تخلص.
طبعا من أهم أولوياتنا في المرحلة هاي أخوي محمود التأكد من أن جميع المواطنين والمقيمين في إمارة دبي مغطين بالتأمين الصحي بشكل كامل. وبالنسبة لنا آخر شهرين هاي في السنة هي مرحلة جدا حساسة، نتأكد أن الجميع فعلا مغطى، جميع أصحاب العمل الكفلاء مدعومين في العملية هاي وفعلا يغطون الأفراد المطلوب تغطيتهم. طيب دكتور، بما أن نحن نتحدث عن 31/12 هي انتهاء المهلة، يا ترى يعني ما باقي شيء تقريبا شهر وشوية، فكيف الوضع العام؟ الوضع العام جيد، في زيادة طبعا في الأعداد، في نسبة صغيرة عندنا تقريبا احنا حين أكثر من 85% من التارجت أودينس أو اللي هو الفئة المستهدفة تم تغطيتها بالتأمين الصحي. المجموعة الباجية لا يزال عدد كبير من الناس، حوالي قريب 600,000 شخص يجب تغطيتهم بالتأمين، غالبيتهم طبعا من الأفراد، في مجموعة صغيرة جدا من الشركات بعدها ما أمنت. نطلب من الأفراد دائما المسارعة بالحصول على التأمين الصحي وهم ما يتريون لآخر لحظة. مهم جدا عملية التغطية والحماية هاي بالنسبة لهم وبالنسبة لمكفوليهم. جميل. نحن خلال الفترة الماضية كنا نذكر بهذا الموضوع وكانت تجينا مجموعة أسئلة، أنا بترك المجال أكثر للمستمعين اللي عنده أي سؤال ممكن يتواصل معنا على 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. سؤال لو سمحت وأرجو من حضراتكم من فضلك، بغيت أعرف هل الأسرة لازم تعمل بطاقة تأمين إجباري؟ وأشكرك. صحيح، طبعا احنا دائما نشجع اصحاب العمل على تغطيه اسره الموظف، لكن اذا لم يوفر صاحب العمل التامين الصحي لاسره الموظف، المسؤوليه تكون على الموظف نفسه اللي هو صاحب الاقامه الاساسيه في اماره دبي، توفير التامين على الزوج او الزوجه، احيانا تكون الزوجه يعني يعتمد. نعم، توفير التامين هذا بالنسبه للمكفولين لدي. موجوده اليوم باقات جدا مناسبه الاسعار في اماره دبي للمكفولين، حتى لكبار السن من الاباء الأمهات اللي شخص معاهلة مع والده مع والدته، اليوم في باقات جدا منافسة وجدا رائعة وأسعارها جدا مقبولة لجميع فئات المجتمع. جميل، ناخذ رشاد مداخلة، تفضل يا رشاد. السلام عليكم. يا هلا، تفضل يا سيدي. سيدي الكريم، أنا أعتقد أن الدكتور في آخر كلمته أحرق سؤال اللي كنت بغيت أسأله. شكرا السؤال. مسؤولية الموظفين على العوائل. صحيح. يعني بس ممكن أعدل سؤالي بالنسبة، هل يمكن أن يعني يشمل غرار يعني أن الشركة تتكفل بالزوجة والأولاد الموظف؟ واضح رشاد، والدكتور جاوب على هذا بس ما نعيد الإجابة. نعم. دكتور طبعا هالقرار من القرارات اللي تمت دراستها بدقة شديدة جدا، وتأثيراتها مش فقط المالية وإنما الاجتماعية الاقتصادية على تركيبة السكانية، الأمور هاي كلها تمت دراستها بشكل دقيق جدا، وخلصت القانون إلى أن مسؤولية تغطية الموظف فقط هي التي تقع على صاحب العمل. تشجع الهيئة بجميع الأشكال طبعا صاحب العمل انه يوفر التأمين كذلك استقرار وظيفي بالتأكيد. ونشوف نسبة كبيرة من اصحاب العمل يوفرون الموضوع. صحيح. هذا بشكل اختياري، الا ان في النهاية مسؤولية تأمين الاسرة على عاتق الموظف نفسه. صحيح. عموما ابو عبد الله معانا مداخلة، تفضل. الو، السلام عليكم. يا هلا، تفضل ابو عبد الله، سؤالك. خير، الله يسلمك، مرحبا. عندي موضوع بس اتداخلت وياكم من فترة. اي تفضل. لان الوقت ما استناني وكان باقي دقيقتين او شيء من الكلام. اي سامحني عادة. تفضل يا عبد الله. كنت بتكلم بخصوص التأمين، ما بقول خدم الايادي العام او الايادي المساعدة هذه. كانت عندي خدامة تعرضت للكسر، وديتها اخذتها للمستشفى راشد في دبي. طبعا دخلوها حاله طارئه بدون اي مبلغ او شيء من الكلام. من بعدها اعطوني موعد مراجعه في قسم العيادات الخارجيه. في يوم راجعت العيادات الخارجيه فقالوا لي لازم تدفع مبلغ 200 او 200 وشويه بعد ما استقرت حالتها. ايه، بعد ما استقرت حالتها وطلعت من المستشفى وجبسوا لي، واعطوني موعد حق عيادات خارجيه في مستشفى راشد نفسه. سؤالك ابو عبد الله. يوم راجعت العيادة قالوا لي والله لازم تدفع مبلغ. قلت لهم زين، أنا عندي بطاقة تأمين والتأمين يوم عطوني إياه
قالوا لي يشمل المستشفيات الحكومية المواعيد كلها. هذا الكلام اللي طلع من وين؟ من التأمين اللي أمنت من عندهم. أوكي. عقب تفاجأت بأنه لازم أن يدفع مبلغ، يعني البطاقة هي ما لها أي خدمة، يعني ما جميل. أبو عبد الله، أنا عشان أعطي فرصة أكبر حق أكبر عدد السؤال. دكتور تبغي تسأل أي سؤال؟ لا واضح السؤال. طبعا اليوم خلى على الخط، يمكن جميع باقات التأمين الصحي الصادرة في إمارة دبي تغطي مستشفيات هيئة الصحة بدبي في حالات الطوارئ إلى أن يستقر المريض. بعدين في بعض باقات التأمين تغطي مستشفيات الهيئة في حالات اللي هون يسمى الإلكتيف كير أو العلاج غير الطارئ، وفي باقات ما تغطيها. إذا كانت الباقة اللي عند الأخ تغطي التأمين الصحي حتى في حالة العلاج غير الطارئ، بالتالي يتواصل معنا وعلى طول إحنا نتأكد أن شركة التأمين تدفع المبلغ هذا مباشرة، وهو فقط يدفع نسبة المشاركة في العلاج. موجود عبد الله؟ نعم. إذا كانت شركة التأمين هاي ما تغطي العلاج غير الطارئ في الهيئة، بالتالي هو لازم يتعرف على شبكة مقدمين الخدمات اللي موجودة ضمن الباقة اللي عنده، وموجودة مجموعة من المستشفيات والعيادات اللي ممكن يتعالج فيها المكفول لديه، ويكون مهم جدا انه يطلع على البوليصه ويعرف الشبكه الموجوده. جميل ابو عبد الله، بس انا بخلي الدكتور يذكر لك الارقام اللي ممكن تتواصل فيها على هذا الموضوع. نعم. جميع الشكاوي على شركات التامين الصحي او اي موضوع متعلق بالضمان الصحي في اماره دبي عن طريق الموقع الالكتروني اللي هو اي بروميس، بس مجرد ادخل على جوجل سيرش وحط اي بروميس اي بي ار او ام اي اس، توصلنا عدد كبير من الشكاوي. اذا كان في اي شيء شركه التامين مقصره فيه، الهيئه تتكفل بالتواصل مع شركه التامين، وان شركه التامين تلتزم بجميع التزاماتها تجاه المؤمن عليهم. جميل. في مداخله ثانيه؟ مين؟ سليمان، تفضل سليمان. يعطيك العافيه. يا هلا. انا اليوم ترى فاتح المجال لكم، ما قاعد اسال الدكتور شيء. اي والله تفضل. انا صراحه الموضوع حساس، واحنا خصوصا يعني احنا الخليجيين هم اللي نشتغل في إمارة دبي بهالأرض الحبيبة هذه. سلمك الله. أنا بالنسبة لي أنا التأمين يعني مصاريف التأمين تجيني من الكويت لتأمين وتكفية احتياجات التأمين. الآن الأمانة قالوا لي إحنا الخادمة اللي عندك أو الشغالة اللي عندك ويا السايق ما نقدر إحنا نغطيهم في عملية التأمين أو التأمين. والباكج اللي أنا ماخذ سلمك الله للتأمين الباكج يعتبر يعني شوية عالي. زين. فلذلك إحنا هم رفضوا من الكويت، يعني راضين إنه الخادمة وهذا، ويعني قالوا هذه ما تشملها من قانون الشركة اللي أنا أشتغل فيها. فالحين أنا بس بغيت أسأل سلمك الله، الحين بالنسبة حق الخادمة أو السائق، الأمانة أنا ما يعني ما تابعت البرنامج من الأول، يمكن أجاب عليه. بس أنا الحين سلمك الله ما في تأمين للمستشفيات الحكومية مثلا، لأن الأمانة المستشفيات الحكومية في دبي ما شاء الله السيرفيسز عندها عالية وما شاء الله فيها جودة. فأنا بس بعرف شلون طريقة اللي أنا أقدر أحل فيها سالفة الخادم والخادمة اللي عندي. واضح سؤالك. نعم. شكرا لك سليمان. طبعا تبدأ باقات فئة العمالة في إمارة دبي من 550 درهم للشخص في السنة، ومع تدرج الباقات هاي تزيد شبكة مقدمي الخدمات الموجودين في الباقات هاي. لما تتواصل مع شركة التأمين ممكن تطلب أو تتأكد أن الباقة اللي خذتها منهم تغطي كذلك مستشفيات هيئة الصحة في دبي. اليوم هيئة الصحة في دبي يتعامل معها نظام ضمان الصحي مثل أي مستشفى آخر، يعني ممكن اليوم مثلا مستشفى ألف مستشفى باء يكونون مشمولين في الباقة هاي، لكن مستشفى جيم دال مش مشمولين. فدائما في خلال تواصلك مع شركة التأمين اللي اخترت أنك تتعامل معها وتاخذ من عندها باقة فئة العمالة، تتأكد أن مستشفيات الهيئة موجودة كذلك ضمن الباقة هاي. يمكن مثلا التكلفة تكون مشابهة، ممكن تكون أعلى شوي، تختلف الباقات باختلاف شركات التأمين المختلفة. جميل. أذكركم بأرقام التواصل معنا مستمعين على 600551414 للمداخلات الهاتفية وللرسائل النصية على 4006. في عنا رسائل نصية تقول دكتور نحن من مواطنين الإمارات الشمالية لا يشملنا التأمين الصحي. هو الالتزام القانوني طبعا بالنسبة لإمارة دبي على المواطنين في الإمارة والمقيمين الموجودين في الإمارة باعتبار جميع الإقامات الصادرة من إمارة دبي بغض النظر عن مكان سكن الشخص، حتى لو كان ساكن خارج إمارة دبي إذا إقامته صادرة من إمارة دبي، وهذا القانون اللي هو قانون حكومة دبي بالنسبة للضمان الصحي الإلزامي. طيب شو المطلوب لتأمين الأفراد ما عليكم أمر؟ نعم.
طبعا اليوم بس نذكر يمكن بالشركات بالنسبة لباقة العمالة، في 9 شركات مرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي لتقديم التأمين الصحي لفئة العمالة. الشركات هاي عرب أورينت، عمان للتأمين، ضمان، دار التكافل، تكافل الإمارات، راس الخيمة، مت لايف، أليكو، وكذلك شركة أكسا، ما كون نسيت حد. هي 9 شركات مرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي لتقديم باقة العمالة اللي يقل تقل رواتبهم عن 4000 درهم. كل الشركات هاي عندها باقات أساسية وعندها كذلك باقات إضافية إذا حب الأفراد أنهم يستفيدون منها. بالنسبة للمتطلبات، يحتاج الشخص إلى بطاقة هوية الكفيل وبطاقة هوية العامل، وأعتقد صورة من عقد العمل. يمكن في المتطلبات مع التواصل مع أي شركة من شركات، المتطلبات كلها واضحة وبسيطة. جميل. نعم. نأخذ حسن مداخلة، تفضل يا حسن. السلام عليكم. يا هلا، تفضل. السلام ورحمة الله. ما شغلت تفسر الخليج، وين الشركات أقدر أحصل على الأرقام؟ وين شو؟ التأمين. أوكي. لو تدخل على الموقع الإلكتروني للضمان الصحي اللي هو إسعاد ISHAD.AE، في ضمنه شيء اسمه الماركت بليس أو الكوميونيتي اللي هو مجتمع إسعاد. المجتمع هذا في مكان يعرض جميع الباقات اللي تقدمها جميع شركات التأمين، كذلك على موقع الضمان الصحي في لست بشركات التأمين وبيانات التواصل مع جميع الشركات. أيضا نحن على مواقع التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة بدبي دائما نحط يعني المعلومات هذه مستمعين. لكن دكتور الآن يعني هل بس الموقع الإلكتروني اللي ممكن نحن نحصل فيه المعلومات، ولا ممكن في رقم للتواصل أو شيء معين؟ طبعا البيانات كلها موجودة كذلك من خلال مركز الاتصال بالهيئة، ممكن توفيرها كذلك للأفراد. 800 3-4-2 أو 800 DHA بالضبط. كذلك من موقع الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي، يعني اليوم مثل ما تفضلت كذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة. يعني اليوم بتحصل، ما في ادخل جوجل حط انشورنس دبي بيطلع لك كذلك على الواتساب. أنا كمرة ناشر. نعم نعم نعم. فاليوم يعني جميع وسائل التواصل تدلك الى الشركات المصرح لها بتقديم التامين الصحي، وحتى العمليه سهله جدا اخوي محمود، يعني اونلاين بس مجرد أنا يقول لي نمر ان في عندنا مجموعه شرايح في المجتمع يمكن ما توصل. انا اقول لك يا اخي اللي عامل اللي جايب عامل عنده موقع شو اسمه رخص وموقع ما ادري كذا، معقوله ما يعرف يتعامل بعدين اليوم مكاتب الطباعه اللي هي بالدرجه الاولى تقوم بالموضوع، كذلك عندها شو اسمه دائره التنميه الاقتصاديه قاموا مشكورين بجهد كبير جدا. نعم نعم. وعملوا شراكة مع عدة شركات تأمين بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. فاليوم الحمد لله يعني الوعي موجود ومنتشر، وإحنا كذلك حتى في الجمعيات التعاونية بعد موجودة، في الجمعيات موجودة في المراكز التجارية. خلنا أخذ المداخلات على السريع. منو معانا؟ طارق، تفضل. إيه نعم نعم، تفضل يا سيدي. السلام عليكم. ما بنطول عليك. استفسارك التالي، أنا موظف اتحادي بالتربية والتعليم، تمام؟ الوزارة بتأمن لي أنا الحالي بس. ما انا الاقامه بتاعتي طبعا تربية تعليم دبي، المفروض ان انا نامن على اسرتي ام لا؟ بس شكرا طارق. شكرا. في مداخله ثانيه؟ اي لا. مين؟ اتفضل. الو محمود. السلام عليكم. تفضل يا سيدي، تفضل سؤالك. الله يسلمك. لو سمحت بس، يعني الزوجه والابناء مربوطين بالراتب بتاع الزوج، يعني هذا عبء زياده علينا يعني. طيب سؤالك. بس يعني لو لأنه هم اصلا جالسين في البيت يعني مو شغالين، ليش يربطوهم مع الراتب يعني؟ طيب شكرا لك يا محمود. هذا السؤال، لماذا يتم ربطه مع الراتب؟ صح. مين معانا؟ عقب عبد الغني، تفضل يا عبد الغني. يا مرحبا طويل العمر. يا هلا يا هلا الشيخ، تفضل. بديتك انا من مواطنين دوله الامارات العربيه المتحده، هل يشملني التامين وانا موظف في شركه خاصه مدير علاقات عامة؟ شركة خاصة. وين الشركة؟ في دبي. في دبي. نعم طال عمرك. وتعرف أنت تسأل عن تأمين سعادة ولا تسأل عن التأمين بشكل عام؟ أنا أسأل عن أي تأمين يشملني. أنا عندي الحين لا قادر أسوي، أبى أسوي العيون مالي ما قادر أسويهن. يقولوا لك كل ما تصير مكان يقولوا لازم يكون عندك تأمين، حتى المستشفى المغربي اللي يسوي. أنا
يعني عندي العين مبلل هناك العمر شويه حق العين ما نعم. طبعا ما دام الشخص موظف في إمارة دبي يلتزم صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي له حسب قانون الضمان الصحي في إمارة دبي. وإذا ما وفروا له دكتور يتواصل مع الهيئة لأن فيها غرامة على الشركة. على الشركة إذا ما وفرت. جميل. في مداخلات الصحي. ثانية مين كم مداخلة عندنا؟ نادر تفضل. نادر ناخذ ثلاث مداخلات عقب ما رد على الأسئلة كلها. تفضل يا نادر على السريع. نادر السلام عليكم. يا هلا تفضل. السلام. عندي سؤال بخصوص الـ pre-existing conditions لدى شركات التأمين. يعني هل مثلا موضوع مثل رشح أو لحمية أو كذا لأطفال عمرهم 3 سنين بيروحوا مدرسة كل أسبوعين ثلاثة بمرض بيعتبروها pre-existing condition؟ لأنه أنا الحين عندي هاي المشكلة مع شركة التأمين اللي عندي. أوكي. شكرا لك نادر. ناخذ بس دكتور نسامحنا عشان وقت البرنامج نحاول نرد على كل الأسئلة بعدين. إن شاء الله نتذكر إن شاء الله. مين معانا؟ ألو يوسف. نعم يوسف تفضل. أهلا وسهلا. يا هلا تفضل. سؤالي إن بالنسبة لخدم المنازل اللي يشتغلون بيوت المواطنين نعم. وإقاماتهم صادرة من أول يعني صار له 5-6 شهور يعني هل الغرامة تترتب عليهم ولا بس الجدد اللي نعمل لهم إقامة من بعد 1-1؟ تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا يوسف. بس عشان بس نأخذ الإجابات على السريع كان عندنا أول مداخلة يتحدث عن أنه موظف اتحادي في التربية والتعليم. نعم. طبعا دام إقامته صادرة من إمارة دبي فيجب على صاحب العمل توفير التأمين له ومسؤوليته توفير التأمين لأفراد أسرته حال أي موظف آخر دام أنه إقامات أفراد الأسرة صادرة من إمارة دبي. محمود كان يتكلم عن ربط. نعم أظن أخ محمود يمكن ذكر أنه الراتب مش عالي فكيف تحملوني أن أدفع تأمين صحي للزوجة والأبناء. أنت بالذات أخ محمود من الفئة اللي إحنا نعمل على حمايته لأنه لا سمح الله إذا اليوم كان في حاجة لأحد الزوجة أو الأبناء لتدخل طبي ممكن فاتورة العلاج تكون كبيرة جدا وتأثيرها على الأسرة يكون أكبر بكثير مقارنة بباقات اليوم. في باقات أساسية في إمارة دبي تبدأ من 550 درهم للشخص في السنة يعني لو زوجة وطفلين بحدود 1500-1600 درهم أنت تغطي أسرتك كاملة بالتأمين الصحي لمدة سنة وبالتالي أنت تضمن راحتك النفسية وتضمن حصول أهلك على العلاج بالشكل الصحيح والمناسب. اليوم هل حد منه يسأل والله لازم أأمن السيارة؟ يعني تأمين السيارة اللي هي في النهاية ممتلك مادي أصبح شيء بديهي ومتعارف عليه صح. بينما تأمين صحة الإنسان اللي هي بالتأكيد أكثر أهمية يمكن لأنه مفهوم جديد أحيانا بعض الناس يمكن صحيح. تستغرب منه لكن الحماية بالنسبة للأفراد بالتأكيد يضمنها التأمين الصحي. نادر كان يتحدث دكتور عن إذا كان في عندي من الأمراض المزمنة نعم. الرشح واللحمية مبدأ اللي هو ذكر الأخ نادر ما يسمى بالpre-existing condition اللي هي الأمراض السابقة على التأمين الصحي ينظر المبدأ هذا في الأمراض اللي بدت قبل حصول الشخص على التأمين الصحي إذا كان عنده مرض مزمن خصوصا يتعلق بالأمراض المزمنة ممكن عنده مثلا لحمية من قبل التأمين الصحي التأمين ما يغطيها لمدة أول 6 شهور بعد 6 شهور تتم تغطيتها as pre-existing condition. إذا هو كان في عنده أي شك بالنسبة لعملية التغطية من ناحية شركة التأمين يتواصل معنا من خلال البوابة الإلكترونية iPromise ويتم على طول التعامل معه. دكتور أحمد منلخص الإجابات بس خلني أخذ إجابتي على السريع من المكالمات الماضية. يوسف خدم المنازل إقاماتهم صادرة من قبل ويسأل. نعم طبعا هو عملية الربط مع الهجرة هي مجرد check point يعني مجرد مرحلة تأكيدية لكن وجود أن الإقامة بدأت من كذا شهر لا تنفي التزام صاحب العمل ومسؤول أو الكفيل ومسؤولية صاحب الكفيل عفوا بتوفير التأمين. جميل. عبد الغني كان يقول أنه من دبي نحن جاوبنا عليه أنه نعم. يجب أن يوفروا له هذا وهو نعم. مواطن دكتور يعني بيطلع له سعادة. نعم طبعا بالنسبة للمواطنين من إمارة دبي برنامج سعادة يوفر لهم التأمين الصحي بالنسبة لأي شخص يعمل في إمارة دبي من غير المواطنين يجب على صاحب العمل توفير التأمين. جميل. ناخذ مداخلتين قبل نهاية آخر مكالمة. يا أخي حرام عليك يا أخي. عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. عبد العزيز اختصر السلام. الله يخليك. بس سؤال بعد إذنك أنت بدك تشمل الحالات الطارئة. طيب إذا الولد عندي ولدي مثلا سخنان عليه التهاب لوزات هل تشمل أنك كم أدفع مثلا من ضغط التأمين هاي
وهل تشمل أدوية ولا لا؟ بس السؤال. شكرا. شكرا لك. التأمين يغطي كل شيء، الحالات الطارئة أو غير الطارئة. هو كانت عن التغطية في مستشفيات معينة. يعني اليوم إذا كانت الحالة الطارئة، تعريف الحالة الطارئة هي الحالة اللي إذا لم يتم التدخل فيها ممكن تؤدي إلى التأثير على الحياة أو على وظائف الجسم أو على وظائف الأعضاء الأساسية. فعملية مثلا زكام برد هي حالة مستعجلة ولكن ليست حالة طارئة، لكن بالتأكيد من ضمن باقة التأمين اللي عندك بتكون في شبكة كبيرة من مقدمي الخدمات ممكن تودي الطفل لها سواء كانت الحالة طارئة أو غير طارئة. لكن في المستشفيات اللي خارج شبكة مقدمي الخدمات بالنسبة للباقة اللي عندك كذلك تكون الحالات الطارئة مشمولة. طيب ناخذ آخر مداخلة نمر معنا مداخلة. طيب ممتاز دكتور، أعتقد نحن نبغي تواجدك معنا كذلك الأسبوع القادم. أنا أعرف الضغط اللي موجود عليكم لكن الآن واجبنا هذا. أي الله يسعدك يا رب. الآن قبل لا نختم دكتور، كلمة أخيرة تبغي توجهها للناس بشكل عام؟ نعم. وإن شاء الله الأسبوع الجاي بتكون معانا بعد إن شاء الله تعالى. اليوم بحمد الله وبفضله إحنا في إمارة دبي تم تغطية أكثر من 3.4 مليون شخص بالتأمين الصحي على مدى السنوات القليلة الماضية من نهاية 2013 لليوم. نسبة قليلة من السكان باجية يجب تغطيتهم بالتأمين الصحي. الهدف من التأمين الصحي هو حماية الكفيل أو صاحب العمل بالدرجة الأولى وكذلك المكفول أو الموظف أو العامل. التأمين الصحي والتغطية الصحية هو حق أساسي لكل شخص موجود على هذه الأرض الطيبة. هيئة الصحة بدبي عملت منظومة نسميها financially sustainable أو مستدامة ماليا، تعمل على توفير تغطية جيدة جدا من الخدمات الصحية بأسعار جدا معقولة يمكن تعتبر يعني مثالية الحقيقة لتغطية الأفراد وضمان حصولهم. اي نعم. يعني الحقيقة يمكن هارفارد سكول اوف بزنس تواصلوا معنا بحيث انه يعملون كيس ستدي على كيف نجحت إمارة دبي بالمبلغ الزهيد هذا تغطي توفر التغطية لكافة الفئات بما فيها فئات ذوي الدخل المحدود. والحمد لله هذا إنجاز كبير للهيئة. شكرا لك دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي على مشاركتك لنا ورد على استفسارات الجمهور وأيضا مستمعين. إن شاء الله نحن ذكركم بس بشكل سريع أن التأمين الصحي لتقريبا 9 شركات هي أكسا الخليج للتأمين، تكافل الإمارات، دار التكافل، أورينت للتأمين، شركة رأس الخيمة للتأمين، شركة ضمان للتأمين الصحي، شركة عمان للتأمين الصحي، مت لايف والشركة الوطنية للتأمين. طبعا المستندات المطلوبة صورة الجواز، صورة تأشيرة الإقامة للعامل، صورة الهوية وصورة شخصية واحدة. اللي يبغي معلومات أكثر ممكن أن يزور موقع منظومة الضمان الصحي في إمارة دبي إسعاد اللي هي www.siahd.ae أو التواصل مع مركز الاتصال في هيئة الصحة على 800-342. وطبعا لأنك أنت طلعتني أصلا متأخر فأنا لازم أعوض هذه الدقيقة يا نمر. أنا سعيد جدا أنك اليوم كنت معانا نمر محمد عبد مخرجنا، وفي التنسيق كانت معانا أشواق مسعد، وكل الشكر للأخوة اللي ساهموا في هذا الإعداد. وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. يا سلام عليك يا دكتور، دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.